سلام، سؤال. هسه احنا انت شفت هذا شفت هذا البيوت، احنا كبنا لك الصفحتين فقط على مود تقعد البواري، يعني هو هذا يعتبر شيء صحيح لو احنا لين احنا مستعجلين؟ لا مستعجلين احنا، ما عندنا مشكله. المفروض شنو؟ المفروض تنكرب القاع كليتها وتتعدل. تتعدل؟ اي، حتى يقعد البيت قوس مقابل قوس عدل، يعني الجانبين القوس منه وقوس منه. ها ما يصير بميل الان. ها ميل هذا ارتفاع يجي قياس واحد. شنو عندك نصائح للي يريد يسوي بيوت؟ يريد ينصب بيوت؟ هي بالنسبه للفلاح اللي يشتغل مضبوط، يعني شغله ما نقول عنده والي ويقدر ما يزرع شلون ما كان ويمشي ويترك، يقول احنا ما نقول رزق على الله والنعم بالله، بس هذا متابعه الزرع كليته والبيوت كلها متابعه. شلون مثلين كما نقول اللي يتعب يلعب واحد. ها باشا.